تحبين جعل أصدقائك يتلوون؟ ربما إذن عليك تجربة خضعة كريم الحلاقة بدل آيس كريم الفانيليا. آيس كريم؟ أجل، هذا سيء. إن كنت تحب عمل مقالب في أصدقائك، واصل المشاهدة لمزيد من المقالب الرائعة. بسست، اسعي صوفيا. أوه، ضاعت منا من جديد. صوفيا؟ أها، يبدو أن لدى إيمي مقلب في جعبتها. أوه، كان هذا وشيكا. هيا بنا نعدل قليلا على نظرة صوفيا. كل ما تحتاجه هو نظارة وقفل صغير كهذا. أغلق القفل وأخفي المفتاح. مخادع ها؟ اصحي اصحي صوفيا. ماذا فاتني؟ بالكاد يمكنني رؤية السبورة. لا أتذكر إقفال هذا. لا تقلق، سأعطيها المفتاح في النهاية. تبحثين عن هذا؟ ها مضحك جدا إيمي، سأردها لك. أوه، نسيت بشأن هذا اللون الزائد. حسنا، ما من أحد. لهذا المقلب فكي رأس الدس. لحظة فقط، كان هذا وشيكا. صبي الطلاء الملون في الأنبوب. هيا لانا، عليك الاستعداد للخروج. وانتهيت. اخرجي في الحال لانا. أوه، أسرعي وأعيدي وضع رأس الدش، إن فيكي غاضبة هنا. حسنا، والآن وقت مشاهدة حدوث سحر المقلب. أوه، على التمويه. حسنا، الحمام كله لك فاكي. لحظة، لماذا ترتدي الجينز والحذاء؟ هل كنت أستحم بطريقة خاطئة طوال حياتي؟ حان وقت وضع الرغوة الآن. يا تغسلين شعرك بالسلايم الأخضر. أو لا، أمل ألا يكون هذا دائما. أو هل هذا دم كائن فضائي؟ فضلات المجاري، ماذا يحدث؟ يا تحتاجين لحمام آخر بعد هذا الدش يا فتاة. أوه، لا شيء يضاهي نزهة في الحديقة وأنت تدردشين مع صديقة. أوه، إن الفتاة تسقط. يا ربي، الكثير من الدم. تريدين عمل جرح مزيف؟ خذي ملمع الشفاء وضعيه على راحة يدك، ادمجيه بأصابعك جيدا ثم أضيفي بعض الغراء فوقه. ضعي طبقة جديدة منه. الآن ألصقي قطعة منديل رقيقة على الغراء، اضغطيها هناك لتتشرب الرطوبة. والآن ضعي بعض ظلال العيون واضغطيه فوقه بفرشاة. عند الانتهاء يحين وقت ظلال العيون الأسود. هذا يعطي الجرح بعض العمق، ترين؟ أخيراً ادهني الفازلين فوق كامل الجرح. يبدو حقيقياً صحيح؟ يبدو فظيعاً. ساعدوني. اهدئي يا فتاة، ليس حقيقياً. انظري، أترين؟ لا جروح. تباً، لقد أخفتني حد الموت صوفيا. ليلة جمعة في البيت مع الأفلام والطعام. أو لا، نفذت الشوكولاتة. لنوقف هذا ونأتي بالمزيد. حسناً، ذهبت لانا. لنقوم بإخافتها قليلاً، هيا. إن كان لديك حيوان محشو كبير، فكي السحاب وأخرجي الحشوة وادخلي هناك. أوه، يبدو كأنه مثل مشهد من فيلم رعب. إن لديه الكثير من الحشوة. لنبدأ إعداد المقلب. كل هذه الحشوة ستكشفني. هيا، اذهب من هنا. هذا مناسب للغاية. أسرعي، فشار لانا جاهز تقريبا. حقا؟ هيا هيا هيا. لحسن
ولحسن الحظ هناك متسع لصوفيا هنا. حان وقت العرض. الرائحة رائعة. حسناً، لدينا ما يكفي من الطعام وأنا مستعدة لليلة الأفلام. هذا الفيلم مضحك. ما هذا؟ لابد أني أتخيل. هل جننت أم أن هذا الدب يتحرك؟ هذا أنا لانا، أليس هذا مضحكا؟ تستمتعون بالمنظر؟ المنظر البعيد عن الشاشة؟ أخ، مع من تتحدث على هاتفها الآن؟ انظري. شكرا، أعتقد أن علينا ترك هواتفنا لبعض الوقت. واو، رهيب صحيح؟ تريدون معرفة طريقة عمل هذه الخدعة؟ هل لديك مقص صغير؟ استخدميه لعمل شق في علبة الماء هكذا. تأكدي أنه بطول هاتفك. أعيديه لي. كيف سأراسل حبيبي الآن يا فاكي؟ واو، لقد خدعناها حقا. اكتشفت الأمر، الحمد لله. على الأقل حاولنا. ربما يمكن أن أراسل كايل لاحقا وأضع هاتفي جانبا. هل يمكننا أخيرا الاستمتاع بالمنظر الآن؟ أو إيمي على وشك العطس. أو لا، هذا مقرف. أسفة، حساسية. عند غياب إيمي تلعب صوفيا. لهذا المقلب تحتاجين منديلا وظلا لعيون أسود. افركي طرف المنديل بالمكياج. ممتاز. أخ، أسفة على هذا. لا يزال لديك شيء هناك. أو شكرا، واصلي الفرك فوتي بقعة. هل أزلته كله؟ جيد صحيح؟ أجل، مستعدة للخروج. وكنت أقول أنه لا يمكنها منادتي هكذا. يا إلهي، إنه مايكل. بسرعة، هل أبدو جميلة؟ أجل، لم تبدي أفضل في حياتك. مرحبا مايكل. منذ متى أصبح لدى إيمي لحية؟ إلى أين هو ذاهب؟ ما الخطب؟ يا إلهي، أجل صوفيا، الأفضل أن تهربي. عادة الأفضل عمل مقلب عند عدم وجود أحد. إليك حيلة حمام ممتعة. هل لديك أي مفرقعات؟ لنرى قدر الضرر الذي يمكن أن تتسبب به هذا. ألصقيها بالقطع البارزة تحت كرسي المرحاض. الأخيرة. أو أنزليها بحذر. لماذا شربت كل الصودا؟ يا للهول، هل كسرت المرحاض؟ لا تطيق الانتظار حتى تقوم بهذه المقالب في أصدقائك. استمتع، لكن أولا تمتع بمشاهدنا المضحكة خلف الكواليس. ستجعلك تضحك أكثر من كل المقالب. تحب فيديوهاتنا؟ لا تنسى الاشتراك في قناة 123GO على اليوتيوب حتى لا تفوت كل المرح. نراكم في المرات القادمة.